نحن الآن أمام مشفى الجلاء في بنغازي. هذه المشفى وفد إليها الكثير من الإصابات والحالات الحرجة. المعروف أن هذه الإصابات مضى عليها أكثر من 10 أيام، وهذه الاصطدامات التي حدثت هنا في بنغازي. لكن سندخل إلى الداخل، نتعرف على من موجود هنا في الداخل، ما هي مستلزمات هذه المستشفى والإمدادات الطبية التي تصل إلى هذه المستشفى. مش تطلع. أي إصابة طلعوها أمس من رجلك؟ هذا الظرف الفارغ اللي صابه مجرى الجو. هذا الظرف الفارغ اللي صابه مجرى الجو طلقتين، طلقة أنا وطلقة. أنت أصبت بالأمس؟ أصبت بالأمس. ماسك علي صنافر سيدي حسين نحرس في منطقتنا في الليل. في أي منطقة؟ سيدي حسين. سيدي زين. ممكن الساعة 11:30 شفرين ما فيش طرقات يفرغن في الناس هيك وخلاص. فهمت علي؟ درسوا فرغوا فيا هيك وخلاص. قالوا مرتضى قاضي دام عمر القذافي. هذا رئيس الدولة. طب كيف أنت، خبرني عن كيف نفسيتك هلا؟ هو نفسيتي مدمرة بكل، أنا نفسيتي مدمرة بكل، مش يوم كويس تبغى فيه، كلنا أيام نيكات، فهمت علي؟ يا قاعدين في الحبس، يا قاعدين في المستشفى، وهذا متنين، هذا الجو، هذا كله بيصير، هذا معمر القذافي. أي ما عاد أنا قديمة بالحبس، أنا طالعين بالحبس. قامت أنا طلعنا من الحبس، وإحنا بطلعتنا هاربين من الحبس. الحبيس كنا، قامت علي. هذا الموضوع كلامي كلنا. هني عندك الشهادة. هني عندك الشهادة. حضرتك أخوه للمتوفي، خبرنا كيف تمت إصابته وشو اللي صار بالضبط؟ كنا طالعين بالزنازات بتاع الشهداء، ووصلنا عند الكتيبة ونحن ماشيين بالزنازات، ضربوا جات الرصاصة في رأسه من هنا على طول، خرجت من ظهره الرصاصة، ظلنا في المستشفى يعني أكثر من 5 أيام، واليوم مات. هذا أبنه؟ شو اسمه؟ مصطفى. كم عمرك مصطفى؟ 12 سنة. خبرنا كيف شعورك أنت، شو حاسس هلا؟ بدي بيش حاس، مش عارف كيف نوصفك. قل لي شو اللي حاسس فيه، خبرني أنت متضايق ليش، خبرني شو اللي حاسس فيه. أنا متضايق. باتي مات، ما نقدرش نقعد بلا.